السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بإذن الله هناخد اللي 2 لدكاترة سنة خمسة في concept 3.2 اللي هو الكونسبت التاني في الترم التاني تمام يبقى احنا كده في الكونسبت التاني حال حال جميل قوي طيب اول حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو آه وتبعته لاصحابك وتعمل سبسكرايب للقناه علشان كل الفيديوز توصلك والدنيا تكون تمام وبما ان ده فيديو على اليوتيوب زي ما احنا متفقين بينزل فيه اعلانات طبيعي جدا ولكن آه لما يكون في اغاني او حاجه نقفلها عشان حرام ولو آه لو في واحده مش لابسه حلوه ولا كده نقفل عشان ايه حرام كي غض البصر وكده يعني. تمام تمام يلا بينا نبدا قبل ما نبدا هنتكلم مع الناس اللي في الحصه تمام؟ الناس اللي في اليوتيوب بس الاساسي طبعا الناس اللي في الحصه عندي. مبدئيا الحصه دي والحصه اللي فاتت تمام؟ الدرس ده والدرس اللي فات كانوا خفاف جدا، ده هيبقى خفيف جدا جدا جدا، حرفيا هو عباره عن ثلاث معلومات فقط ثلاث معلومات فقط او اربع معلومات، ماشي؟ حرفيا هم اربع معلومات، هخلص بسرعه جدا بس عايزك تكون فايق معايا، علشان كده استأذنك ما تنامش على السرير خالص لو سمحت لو في ايدك ورقة وقلم يبقى يا ريت انا نفسي اهو مش انا قلت لكم انا في الكلية صح؟ انا لما بروح الكلية لو انا عايزة انام <applause> اسيب القلم من ايدي خلاص الدكتور بيشرح وانا في حتة تانية في ملكوت تاني بقى ما دام مش ماسكة الألم والورقة تمام؟ بس اقعد على الجهاز وانا الموبايل بقى حاطه قدامي كده وقدامي كشكول وايه وحاطة القلم كده فيه وايدي ماسكة الألم يمكن اكتب أي حاجة معلومة كده سريعة والله ده بينفع قوي تمام؟ أوكي؟ ياريت نعمل كده. تمام تمام، طيب، ومين الناس اللي معايا دول؟ زي ما قلت لكم إن أنا عليكم الحصتين دول، علشان إحنا في أول أسبوعين في الدراسة، أول أسبوع في الدراسة سوري، أول حصتين يعني اللي هو أول أسبوع في الدراسة، فبالتالي المرة الجاية هيكون في امتحان شامل على الكونسيبت الأولاني وأول درسين. حلو كده؟ جميل، طيب. هيكون امتحان تقيل شوية، تين، <applause> مش تقيل تقل، مش فكرة إن هو صعب، بس أنا زي ما قلت لكم وزي ما صوتنا في الحصة اللي قبل اللي فاتت لما قلت لكم مليون مرة اقرا السؤال كويس، ما تقراش السؤال بسرعة، صح ولا أنا غلطانة؟ صح، تمام، فبالتالي اللي هيقفل اللي هيقفل هو بقولها لكم في الفيديو عشان ابقى قد كلمتي حلو كده اللي هيقفل الامتحان حلو هنحط اسمه فين بقى في المنصه تمام حلو جميله جميل طبعا احنا شفنا ايه تعالوا نبص كده على المنصه مثلا حلو اهو نخش على جوجل عادي جدا ونكتب ايه بتاعدي. اهو منصة اهو توفير دروس اهي تمام هيظهر لنا اول حاجة اهي اهي ابنك وجيبك في عنينا حلوة كده توفير دروس وفلوس جميل جميل طيب هيفتح كده تمام هنلاقي الحاجات دي واحتمال ايه نغير فيها بعض الحاجات المهم ان هنحط اسمك مع ايه مع الحاجات اللي تحت هنا ان شاء الله باذن الله تمام يبقى انت ايه اسمك محطوط بالدرجة بتاعتك عملت ايه كل حاجة تمام تمام واللي يجيب درجة وحشة اه ما يمتحنش ام سوري من اللي هيحصل لان الامتحان ده مهم ليه الكونسبت اللي فات كله كوم تمام والحاجات هتنتهي فيها امتحان الشهر فحرام ابقى انا بهري كل ده وانت في حتة تانية خلاص اتفقنا دي بنقول على اليوتيوب اهو خلاص يبقى المنصه باذن الله باذن الله تعالى هيبقى فيها بقى الامتحانات والواجبات وحاجات كتيره قوي وبالاضافه للامتحان الشامل اللي هنعمله على الحاجات دي اتفقنا اتفقنا طيب نبدا بقى الدرس كم معلومه كده بصوت خلاص خلاص زي الفل يلا بينا ممكن بقى كلكم تحلوا في الشات كله يحل في الشات اللي مش هلاقيه بيحل هنده اسمه بجد هزعق خلاص يلا بينا نمبر 1 plants need fresh water to survive and grow ال plants عايزة مية حلوة علشان تعيش وتنمو أيوة كده ها أيوة لسه مخل... لسه في ناس ما عملتش مين اللي كتب طيب هو ما شاء الله تقريبا تسعة وتسعين في منكم قالوا تمام في ناس لسه ما كتبوش ها يلا يا لوجي يا لوجي بيقول لك انا مش عارفه ايه لوجي فيكم بس بيقول لي البلانت عايزه ميه حلوه عشان تعيش وتنمو اكيد صح ايه الغلط فيها تمام او اظن ممكن تكون بتحلوا السؤال الثاني بقى مش عارفه ولا انتوا بتعملوا ايه نمبر 2 fresh water is important resource fresh water يعني مصدر مهم because human and animal can only drink fresh water can دول بقى الهيومن والانيمال بس اللي بيشربوا ميه والنبات ده كخه يعني ولا ايه ركزوا يا شباب أبص ايديكوا النبات بيشرب ميه ها ما يموت اللي كاتبين صح صباح الفل صح النوم صح النوم عليك انت ماشي خلاص زي الفل طيب حلو قوي عرفنا في الدرس اللي فات ان انا بستخدم الميه في حاجات كتيره قوي صح في الدرينكينج والريجيشن والاجريكالتشر يعني ايه يا محمد عيد يعني اجريكالتشر مم. ماشي وماله وماله قدم احمد يحيى يعني ايه اجريكالتشر حاجه زي زراعه زراعه برافو ايوه كده زراعه اكسلنت برافو عليك يبقى ايه زراعه جميل يبقى عرفنا ان كلمه اجريكالتشر يعني ايه زراعه حلوه قوي طيب industry يعني صناعه وبرافو على اللي في الشات والله شفتهم ما شاء الله تمام و electricity يعني ايه يا ادم كريم ربنا يستر generating electricity الكلمه واضحه بالله عليك توليدك <applause> توك ده الكهرباء شكرا يعني خد قلبي شكرا توليد <applause> طيب الكهرباء برافو كلمة ما ملهاش يعني ما يعني ما مفيش صعوبة صح كده؟ تمام حلوة أوي برافو عليكم يا شباب واللي في, في الشات برافو 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 تمام حلوة أوي جميل بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي about 10% of the world annual species live only in fresh water habitat بيقول لي يعني 10% من الحيوانات اللي في العالم طب احنا في حيوانات بتعيش عند الايه عند ال... في الصحراء وفي الغابات وكده مين عايش ايه عند الميه عند الميه الفريش ووتر 10% تمام يبقى ال world's animal species live only in fresh water habitat تمام فيها مشكلة دي فيها حاجة صعبة؟ عشرة في المية من الحيوانات عايشين ايه؟ عايشين جنب الفريش ووتر سهلة؟ سهلة يا عمرو وشيرين وكله ما اظنش قلت حاجة صعبة لحد دلوقتي تمام طيب جميل التسعين في المية بقى متوزعين يا تسنيم اللي عايش بقى في الس... عند السلط ووتر اللي عايش في الصحراء اللي, اللي 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 مش مشكلة بدل التسعين عايشين فين فريدة هقولك تاني عشرة في المية بس من الحيوانات هم اللي عايشين في ايه عند الفريش ووتر هابيتات في اماكن ايه اللي فيها ميه حلوة الباقي بقى متوزع في أي حتة تمام طيب تعالوا بقى فيها مشكلة يا فريدة ولا ايه الدنيا؟ مم. طيب هسأل سؤال لعمر افتح كده المايك يا عمر هسألك سؤال هو الفريش ووتر كتير ولا قليلة؟ لا, لا. قليله قليله برافو جميل حلو قوي طيب يبقى انا ماشي اصلا بس عشان هو اول مره فاي كنت عايزه اعرف هو هيعرف قليله ولا كتيره فبرافو عليك فريش ووتر قليله تمام والسولت ووتر كتيره جدا تمام فعندنا مشكله يا شباب عندنا مشكله كبيره قوي ان انا عندهم سكارستي يعني ايه اللي هي مش انا مش عارفه نطق ازاي بالظبط الصراحه احنا ممكن برضو ايه نستعين ب... ب... بالجوجل ترانسليت احتياطي <applause> نسمعها كان يعني ايه؟ هي السكيرستي ماشي ما علينا ما علينا زي الفل مش مشكلة طيب بعيد عنكم أنا كنت لغاية عادي جدا ولكن بعد ما دخلت الكلية بقيت أسمع نطق غريب ومدرسين كانوا بتقولوا نطق غريب فمش عايزة انطق لكم سكيرستي صح كده سكيرستي زي الفل زي الفل السكيرستي بتاعة الفريش ووتر تمام مش عيب ان احنا نتعلم يا كلنا اللي يتكبروا اه لا كلنا نتعلم عادي أنا ممكن اقول لك انا دكتوره واسمع كلامي وزق معايا لكن لا هل لازم كلنا ايه نتعلم زي الفل تمام طيب الفريش ووتر سكيرسيتي دي يعني ايه ندره سكارسيتي اهي اللي هي ندره يعني ايه ندره نادره صح هي مقارنه بالكوكب فهي نادره فعلا دي ميه قليله جدا صح قليله نقص فيها نقص تمام حلو قوي المشكلة نقصها والكواليتي بتاعتها جودتها كواليتي يعني جودة صح بيقولك ايه الكواليتي بتاعتها حلوة ولا وحشة انا هشتري لبس الكواليتي بتاعته حلوة ولا وحشة الجودة بتاعته حلوة ولا وحشة تمام حلو طيب جميل يبقى انا عندي two main risks حاجتين بيهددولي حياه العالم حاجتين بي بي بيهددولي الـ الـ العالم كله ايه هما ركزوا معايا تاني 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 الفريش ووتر الفريش ووتر مالها قليله جدا صح قليله جدا قليله جدا هبعدها تاني هو يا يوسف قليله جدا تمام طيب يعني ايه ها ناقصه جدا في العالم فهقول ايه انها في سكيرسيتي يعني ايه قليله ناقصه قليله اهو بعيدة اهو تاني اهو بعيدة اهو تاني صح تمام وايه كمان قليله وايه كمان ولازم الكواليتي بتاعتها جودتها تكون كويسه صح يعني مش ميه طعمها حلو ولا فيها دود الدود ممكن ما يديش طعم عادي صح؟ يبقى لازم تكون جوده كويسه في في دود ما بيتشافش خلي بالكم يعني انا لسه النهارده كنا بناخد فيها حاجات فيها ديدان حرفيا كنت بدور على الدوده جوه بتا... جوه جوال... جوه جوال... الجار مش لاقياها اصلا خفيفه جدا يعني انا حتى كنت مصوراها النهارده ممكن اوريها لكم الدوده حرفيا عماله الف الجار انا جامد عشان ابص عليها مش لاقياها تمام؟ فاللي هو البرطمان يعني اللي موجود في الدوده فحرفيا لازم يبقى الفريش ووتر كواليتي بتاعتها كويسه ومش سكارستي مش قليله صح مش مش نادره صح ولا انا غلطانه ها هوريها لكم عشان بس معايا على التليفون لسه مصورها النهارده والله وانا في الكليه تمام خلاص يبقى الفريش ووتر عندها الكواليتي السكارستي بتاعتها والكواليتي بتاعتها الحاجتين دول سريتن يعني ايه بقى يعني ايه بيهددوا صح بيهددوا مين الورد العالم تخيل لما كلنا نشرب ميه بدود الله الله حاجة في قمة القرف تمام صح يبقى انا الفريش ووتر في اتنين حاجات بت... ريسك علينا فيها مخاطر السكارستي بتاعتها والكواليتي بتاعتها تمام نقرا بقى الحته دي تاني اهو تمام اهو ثانيه اه ماشي يبقى الفريش ووتر اهي اهي الفريش ووتر سكارستي اند كواليتي ار تو مين ريسكس يعني ايه ريسكس مخاطر دول المخاطر ذات ريتن ايه ذا world اللي بيهددوا مين العالم the threat in the world ها تمام دي فيها مشكلة مين الريسكس الاخطار ريسك يعني خطر بيقول لك ايه ما تاخدش الريسك يا عم ما تخاطرش ما تخاطرش بيقول لك دايما خد الريسك ودوس اللي يقول لك لا ما تاخدش الريسك ما تخاطرش صح يبقى ايه الحاجات المخاطر اللي بتهدد العالم في الفريش ووتر سكارستي وكواليتي هتيجي في الامتحان هتيجي في الامتحان يبقى fresh water scarcity and quality are two main risks that created the world حد عنده مشكلة فيها وضحتها لكم بقى أبسط طريقة الدودة لو شلتها يا ماريا هتكبر بقى في بطنك وبلاوي سودة يعني ده 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 محاضرة لوحدها تمام اوكي يا شباب سهلة تمام طيب ايه عندك سؤال اه نفسي فعلا تعيد الحتة اللي فاتت دي آخر مرة آخر مرة ما تنامليش على السرير ماشي والله أنا كنت في الشارع يعني أنا باخد الحصة وأنا آه. عندي. إيه في التيك توك الصلاة على النبي ايه اقفل اقفل يا اقفل يا ماشي دايما بتطلعوا حاجات غريبة في الريكورد مش مشكلة مش مشكلة آخر مرة آخر مرة يا آدم ركز في يعني ركز بعد إذنك وأنت في التيك توك ماشي تاني 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 دلوقتي في مخاطر بتواجهني في الفريش ووتر ايه هما في ريسكس يعني مخاطر بتواجهني في الفريش ووتر ايه الخطر اللي بيهدد العالم بقى في الفريش ووتر حاجتين خطرين 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 دول ولا خطرين اتنين اتنين تو تو اتنين اول واحد السكارستي بتاعته ان هو قليل مشكله الفريش ووتر اللي انا انا وانا صغيره كنت مرعوبه ان المياه الميه الفريش ووتر تخلص بسبب الدرس زي ده كده والله العظيم جالي رعب بقيت ان هو بنقط المياه في كده خايف انها تخلص <applause> ماشي السكارستي طب ايه كمان اللي بيهدد العالم بتا... بتاعنا الكواليتي الجوده يعني في بلد الله يكحمها يعني احنا عارفينها كويس قوي اللي بتضرب اخواتنا في البلد اللي جنبنا تمام بس لو قلت الاسم في اليوتيوب هيشيلها يعني يشيل الفيديو المهم ان البلد الوحشه دي ماشي بتعمل ايه حتى الميه لو ادوهم ميه كم يعني الناس اللي هم حبسوهم او كده لو ادوهم ميه هيدوهم ميه وحشه جدا ميه فيها كواليتي وحشه جدا تمام خلاص يبقى انا اللي يهدد العالم كله انا لو نهر النيل كله متسمم مثلا مش كلنا هنتسمم مش ده هيهدد الحاجات دي هتهدد العالم صح تهدد حياه الناس يبقى ايه ايه المخاطر اللي بتاثر على الفريش ووتر سكارستي والكواليتي زي ما جبت لكم سيره الدودة اظن كده سهله ما فيهاش ايه اي حاجه تمام سهله ولا ايه الدنيا اظن كده سهله قوي يعني اظن في سؤال ولا في سؤال منى عندك سؤال اي مس معلش ممكن تدي الحته دي تانية عشان بس النت كان بيقطع لا يا جدعان بقى اتفقنا ان هما خطرين خطرين هيهددوا العالم كله اللي هما مين؟ السكارسيتي والكواليتي ان هو قليل والجوده بتاعته لازم تكون كويسه تمام؟ فده اللي بيهدد العالم كله انا لو الميه فيها مشكله سواء كان قلت او ما بقتش جودتها كويسه ده هيهدد العالم مفيش م... مش هقعد اتكلم كتير في دي يا شباب خلاص تمام؟ تمام؟ طيب اوكي نيجي بقى اهو تعالوا بقى نشوف لو بور كواليتي اوف فريش ووتر لو ميه جودتها وحشه طب اسال بقى كده اسال يا احمد ايمن هو لو انت بتشرب ميه وحشه ايه اللي هيحصل لو انت بتشرب ميه مميز. وحشه ايه اللي هيحصل هتسمم حلو قوي طب ولما تتسمم هموت برافو يبقى ده death of thousands of living organisms every year موت آلاف اسم الله عليك اسم الله انت شربت مية ملوثة ولا ايه لا ركز النب <applause> الله يسامحك حسيت ان عندك واحد ماشي يبقى death of thousands of living organisms every year موت موت آلاف الكائنات الحية ده مش احنا بس اللي هنموت ده الحيوانات هتموت والنباتات هتموت موت كتير تمام طب ايه كمان ايه كمان عارفين ان في انواع من السلاحف قربت تنقرض يعني في انواع كتير من السلاحف قربت تنقرض في انواع كتير من السمك قربت تنقرض في انواع كتير من الامفيبيانز قربت تنقرض فك... مين فاكر الامفيبيانز مين قولي يا هنا تمام توينز برافو لا مش ثدييات هي همس برافو استبرك وساره دول اللي بيعيشوا في الووتر وفي زي برافو اكسلنت يبقى الحيوانات الايه البرمائيه يعني بتعيش على البر والبحر صح كده يعني هي ايه كان ايه كان زي الايه كان في نوع منها من الزواحف كده بس هي ايه حيوانات برمائيه كنا احنا خدنا منها كان سلاماندر والحاجات دي فروج وتودو وسلاماندر خدناهم في روعه تمام حلو قوي طيب يبقى البور يبقى ركز هنا برمائيه يعني بيعيش في البر والبحر زي التمساح يطلع ي... يمشي لك على الارض ويرجع تاني في الميه فهمتوا برافو عليكم ادم سامح و... و... وريني... وروضه برافو اكسلنت برافو عليكم حلو قوي شاطرين طيب يبقى what happens if water has fresh water has poor quality؟ poor quality اللي يحصل لو ال fresh water عنده poor quality هيقول له death of thousands of living organisms every year, extinction of some species leave in fresh water هينقرض بعض الايه الفصايل اللي بتعيش في الميه الحلوه زي الفيش والانثيونز صعبه دي؟ اهو give reason for طب اسال بقى محمد تامر give reason اول ما بشوفها يا محمد بقول ايه؟ بتقول علي النعم مسممة لا لا انا ب... يا يعني نهار اسود يعني ايه give reason؟ انا بشيل الكلمه دي وبشوفها في مكانها ايه؟ لا انت كده ما كنتش ما كنتش بتتابع فيديوهاتي كويس يعني انا كنت... بس الفلوس بس... دي يعني قعدتي ايوه ماشي بس انا ما كنتش بقول لا م... انا انا كرانيا ما كنتش بقول لك كده كنت بقول لك شيلها وحط ايه؟ كلمه ايه؟ لا يحصل لو؟ لا لا اه خدها في قاموس ماشي عمر عمر ها أه أنا؟ اه كنا بنقول إيه؟ إيه؟ هنقول إيه؟ هنقول إيه؟ قولي ليه؟ أيوه قولي أول ليه؟ حلو قوي، أهو أول. أو قولي ليه؟ كنت بشير كلمة جيفريتون دي عشان أعرف جواب كويس وخلي عيني كأنها شايفاها قولي ليه؟ قولي ليه؟ poor quality of fresh water has dangerous effect on living organisms، قولي ليه؟ إن المية لو poor quality لو جودتها قليلة مش حلوة يعني آه هتعمل تأثيرات خطر ليه؟ ها؟ علشان تليد تو تؤدي إلى death of some living organism هتؤدي إلى موت بعض الأورجانيزم واكستنكشن وكمان انقراض some living organisms in fresh water أهي الإجابة مختصرة أكتر أوكي؟ تمام؟ طيب يا شباب اللينك هيقفل هبعت لكم لينك تاني اللي عنده أي سؤال يقدر يبعت لي على زيرو عشرة اتنين تسعة تسعة خمسة خمسة سبعة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتبعتوا لي على الواتساب عشان أدخلكم جروبات الماس والساينس والأي سي تي أوكي يلا بينا يا شباب